شعب مصر العظيم عاملاتي وعمال مصر الكرام في كل ربوع الوطن السيدات والساده بدايه يسعدني ان اتوجه اليكم جميعا والى الامه العربيه والاسلاميه باسم ايات التهاني بمناسبه الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال اعادهم الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبه بالخير والسرور والرخاء ان احتفالنا بايدي العمال اليوم هو فرصه حقيقيه للوقوف على ما اهرزه عمال مصر الاوفياء من تقدم في بناء الجمهوريه الجديده ومناسبه لان نستشرف معا مستقبل ابنائنا بروح جديده مليئه بالامل والعمل معا فبالعمل تبنى الامم وتقام الحضارات عاملات وعمال مصر الكرام لقد مر العالم خلال السنوات الاخيره بازمات متعدده لعل ابرزها ازمه جائحه فيروس كورونا ولا شك ان العمل تاثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحه حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت انماط جديده من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثه وكان الرابح خلال تلك الفتره هو من احسن الاستفاده من التطورات الرقميه الحديثه وواكب سرعه وتيرتها ولذلك فقد اولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها. وعلى التوازي، فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة. للفئات الأكثر احتياجًا، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي. كما تم الوفاء باجور العماله المنتظمه بالشركات المتعثره. من خلال صندوق اعانات الطوارئ للعمال. كما لم نتوانى في دعم اصحاب الاعمال. فاصدرنا حزمة من الاعفاءات والمزايا النقديه. لتخفيف الاعباء عن كاهلهم. حتى تجاوزنا جميعا تلك الازمه. على نحو اكثر صلابه واشد باسا. وقد اشادت بتلك الاجراءات المنظمات والجهات الدوليه، والتي اعتبرت مصر من التجارب الدوليه الرائده في هذا الشان. وبالاضافه الى جائحه كورونا، فان التطورات الاخيره التي تشهدها الساحه الدوليه، كان لها بالغ الاثر على الاقتصاد العالمي. حيث تؤثر بشكل مباشر على حركه النمو الاقتصادي الدولي ولا شك ان مصر جزء من هذا العالم تتاثر بما يتاثر به ايجابا وسلبا فكان لزاما علينا ان نتخذ بعض القرارات الاحترازيه التي تهدف الى حمايه النظام الاقتصادي المصري من الاختلال كما ان الانجازات المتلاحقه والمشروعات العملاقه التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضيه باتت سببا رئيسيا في الصمود امام التحديات والازمات وكلها وبلا استثناء استهدفت اولا وقبل اي شيء تحسين جوده الحياه وتحقيق حياه كريمه لكل مواطن وللشعب المصري باكمله السيدات والساده لقد ادرك المصريون على مر العصور والازمان قيمه العمل فعملوا بجد واجتهاد جيلا بعد جيل فعلى شانهم وازدهرت حضارتهم وسبقوا بذلك كل الامم ولا يخفى عليكم اننا مقبلون على مرحله مهمه من العمل والانتاج للوصول الى افاق جديده لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من اسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بداناه فلقد كان الانسان دائما هو محور التنميه وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنميه مهاراته وقدراته المهنيه والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مصر اصلاحا ملحوظا في منظومه التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجوده العالميه وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدوليه كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبيه الى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقله على مستوى الجمهوريه تحت مظلة مبادرة حياة كريمة. وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. شعب مصر الابي لقد حظى الحق في العمل باهتمام بالغ من الدولة. من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة. ومن بينها التوسع في المشروعات القوميه الكبرى، وانشاء جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم، وتصميم برامج تاهيليه وتدريبيه للباحثين عن عمل. ولضمان تحقيق ذلك، فقد وجهت الحكومه بسرعه الانتهاء من الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل والتي تهدف الى توفير فرص عمل جديده للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي وهي الاستراتيجيه التي ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصاديه المفاجئه والتحولات التكنولوجيه الحديثه والتعامل بفاعليه مع وظائف المستقبل. كما اولت مصر اهتماما خاصا بزياده الحد الادنى للاجور للعاملين باجهزه الدوله وهيئاتها العامه الاقتصاديه والخدميه. وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للاجور الى التوافق على تحديد الحد الادنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص. لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات. وعلى جانب آخر فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد. ويعمل على زيادة الدخل القومي. ويضاعف معدلات التنمية. لذلك فقد قامت الدوله بالعديد من الاصلاحات الخاصه بالمراه العامله كما وجهت بضروره وضع اطار داعم لتمكين المراه في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في اماكن العمل عاملات وعمال مصر الكرام بنات الاوطان باعث الامل صانعي مستقبل الاجيال القادمه انتم الركيزه الصلبه لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعه نحو النمو والازدهار اعملوا واحسنوا العمل وستجدونني دائما الى جانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم وختاما أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقه كما أهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير ودائما وأبدا احيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته